تزوج مروان بن الحكم أم خالد بن يزيد ابن معاوية، فنادى على خالد يوما وقال له: يا ابن رطبت الفرج. فغضب خالد وذهب إلى أمه وقال لها: أنت الذي تسببت في معايرتي. قالت: من الذي عايرك؟ قال: زوجك مروان. قال لي: يا ابن رطبت الفرج. فقالت: لا تغضب، فلن يقولها لك ثانيا. فلما جاء مروان سألها: هل قال لك خالد شيئا اليوم؟ قالت: لم يقل إلا أنه يحبك ويجلك، وتلطفت به. فلما نام وضعت مخده على رأسه وقعدت على رأسه وأمسك به جواريها، فقال: من هذه؟ قالت: أنا الراطبة يا مروان. وظلت كاتمة على أنفاسه حتى مات. فأراد ابنه عبد الملك أن يقتلها به لما شك في موته، فقالت له: أما تخشى أن يتحدث الناس أن أباك قتلته امرأة؟ فكف عنها.